كرة ملعوبة، كرة ملعوبة تتصور، يا هدف أول هنا في الملعب الجديد. الشمال يسجل هدف أول. الكرة العرضية الرائعة جدا وسط فرحة جماهيرية. الكرة الرائعة جدا تتعرض بشكل ممتاز من ركلة زاوية، والكرة فيها الهدف الأول، الهدف الأول لفريق الشمال. هنا لاحظ مع الكرة الرائعة جدا في المرمى، تذهب في المرمى أول حل في خط الهجوم، وكرة ملعوبة عرضية والكرة تتخلص مرة ثانية، كرة في المرمى. نعم، هو الحل عبد العزيز الأنصاري يسجل هدف التعادل 1-1. هي المباراة، مرشان يعود من خلال هذا اللقاء، وعبد العزيز الأنصاري البديل يسجل هدف التعادل. هنا اللاعب الذي يضع الكرة باليسار بعد أن تجد الكرة لركلة زاوية يكون في الموقف السليم، وكرة تصوب قوية في المرمى، إبعاد من جانب شهاب صلاح الدين، والكرة